والعطاء والإرادة. أنت تشتغل 18 ساعة باليوم يعني، وما يهم لا جمعة لا سبت لا أحد، 24 ساعة كنا نشتغل يعني، وإحنا الممنونين، إحنا كنا نشتغل بفرح. شاركت من ضمن لجنة صياغة الدستور؟ أنا كنت مديرة مكتب الوالد، فهو كان عضو الجمعية الوطنية، فكنت أحضر معانا كل الاجتماعات وكل الورشات العمل اللي صارت. ف بشكل أو بآخر أنا كنت أحس بنفسي مشاركة، رغم أنه أنا ما كنت عضو فيها يعني. ومن ضمنها أيضا أسستوا للتحالف نعم، هاي قبلها التحالف الوطني الديمقراطي. إحنا أول ما رحنا لهناك اشتغلنا على موضوع واحد، أنه نلملم شمل الديمقراطيين والعلمانيين. لملمتوا شمل الديمقراطيين والعلمانيين؟ لمنا وتفتت لمنا وتفتت. مشكلتنا في العراق، احنا نعاني كأي دولة أخرى بالمنطقة يعني بشكل عام، من موضوعة الأنا. يعني احنا القائد السياسي ما يقبل يكون الرجل رقم 2 أو الرجل رقم 3 أو 4. أهم الشخصيات اللي كانت معاكم في التحالف؟ والله من ضمنها غير الأستاذ عبد الفيصل السهلاني، كان أستاذ كامل مدحت، أستاذ سمير شاكر الصميدعي، إسماعيل زاير. أنا ما أريد أحكي، ما أريد أسمي ناس عمود ما أنسى ناس يعني. بس لحد يا سنة بقيتي تشتغلين في العراق؟ لحد 2007 بدايتها. رشحتي للانتخابات؟ نعم، مرتين. مرتين؟ نعم. الأولى الجمعية الوطنية؟ نعم. والثانية هي الانتخابات الأولى؟ نعم. يعني تصورين فادتك التجربة يعني أنه أنت مرتين ممكن انه عوضتي في السويد واستفاديتي من اخطاء اذا كانت هنالك اخطاء لتنجح في التجربه هنا؟ شويه صعب المقارنه بالحياه السياسيه السويديه مع الحياه السياسيه العراقيه، يعني احنا هناك عندنا تماما غير منظومه اخلاق وتماما غير منظومه مصطلحات. زين، ممكن اعرف لعد ليش ما نجحت في الانتخابات؟ بالعراق؟ نعم. أكيد لأنه أنا ما كنت ناشطة بالشكل المطلوب من عندي، ما كان عندي اللي يمكن الرسالة السياسية اللي تعجب الناخب. أنا ما أريد أقول أنه الناخب مو هو اللي عرف شلون ينتخب، لا، أكيد أنا كان عندي التقصير أنه أنا ما قدمت بالمستوى المطلوب مني. كنت اريد انه اقدم فتشي للعراق، قلت اوكي ما اقدر اقدم للعراق فتشي من داخله، خلينا نشوف شنو نقدر نسوي من خارجه. هذا كان الدافع مالتي. وبعدين يعني الحياه سبحان الله هم من صدف، يعني انا ما كان حاطه في بالي انه انا يمكن في يوم من الايام ارشح للانتخابات، انا ما كنت حاطه في بالي. شلون كانت الصدفه؟ اولا انا سالت يعني من زملاء بحزب الوسط، قالوا لي شنو رايك تقدمين على انتخابات البرلمان الاوروبي؟ فقلت لهم حيل البرلمان الاوروبي مره واحده يعني، حسيت كلش كبيره. انت كنت خارج؟ اي لا، انا كنت داخل الحزب يعني، وكنت يعني مستشاره للشؤون الخارجيه. الحزب بعد 2007؟ اي بعد 2007 صار انتمائي للحزب 2008 بدايه 2008 شهر الثاني انتميت للحزب. قبلها انتميتي الى حزب قبل سويدي؟ حزب الوسط؟ اي كنا احنا مجموعه من الاجانب حاولنا انه نسوي في حزب للاجانب يعني على اساس الحزب الديمقراطي. بس بعد تقريبا اسبوعين من اول اجتماع ادركت انه احنا اذا نريد فعلا نحسن من وضع الاجانب لازم نسوي داخل الاحزاب السويديه، فانسحبت من هذا الحزب. يعني صار عندي تماما غير فكره، وشفت ايضا التوجه والشخوص زينين هم صحيح، بس ما يلائموني، مو مناسبين إلي يعني. فطلعت من عنده يعني، حتى ما أنا ما دفعت بدل اشتراك داخل هذاك الحزب. قلت لك يا أسبوعين وطلعت. فبحزب الوسط لا، سنة أنا ظلت أدرس سياستهم وتابعهم من الداخل يعني، واقتنعت في نهاية المطاف إنه لا والله المبادئ. موجود أجانب في الحزب؟ أي أكو، بس مو بهذاك الكم، مو هواية. كيف وجدتي نفسك بين سويديين الأصل يعني وأنت؟ والله أنا اللي خلاني أدخل هذا الحزب إنه ما كان حاطين لي قيود إنه أنت لازم تكونين بهالمستوى سويدية، كانوا قابلين بي مثل ما أنا. مثل ما أنت رشحت للانتخابات؟ نعم. بالمرة الأولى وما نجحتي؟
لا ما نجحت. احنا على مود نسوي التسلسل مالت القوائم الانتخابيه، لازم يصير يعني تصويت على المرشحين من داخل الحزب، من اعضاء الحزب. فصار وياي تجاوب كبير جدا من اعضاء الحزب، رغم انه انا ما معروف. لا اول شيء لازم اكو واحد يرشحك. نعم. انت هم تقدر ترشح، بس انا عراقيه ما اسويها على اساس واحد ثاني يجي يرشحني. فصار الترشيح، وبعدين كل الاسامي ابعثت للاعضاء وهم صوتوا، وبعدين طبعا يسوون الليست، وطلعت انا يعني من اللي لهم اصوات جدا عاليه داخل الحزب. ففرحت يعني، شفت انه انا عندي فد راس مال. اصوات عاليه ليش يعني؟ شنو المناسبه؟ انت جديده بالحزب. جديده بالحزب، بس انا كان عندي سويت مشروع لفلفت كل السويد، كنت اروح للتنظيمات الحزبيه مال حزب الوسط واحكي لهم عن الوضع في العراق، على مود اريد انه هم داخل البلديه كل واحد في مكانه من منطقته يسوي فد مشروع ويا بلديه بالعراق ويا محافظه ويا اي شيء يعني. وايضا على مود الناس العراقيين الموجودين هناك السويديين السياسيين اصحاب القرار يكونون اكثر متفهمين لوضعهم. يعني هي جزء عندي سؤال من الداخلات، يعني تمويل الحزب، الحزب حزب يميني متطرف، السويد قريبة، ليش اشتبهنا عليه؟ لا حزب وسط، هو مو يميني متطرف، بس هو مو يساري نفس الوقت. اي بس هو هي اذا مو يساري مو معناته يميني متطرف. لا مو انت بهيك حالة، احنا من نقول وسط زين، من الصعب انه في بلد مثل السويد انه يميل لليسار. انا اعرف انه حزب الوسط هو حزب اقرب لليمين من اليسار. اي بس مو 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 متطرف، هو يعني بتسميته حزب وسط الى اليمين. حزب وسط الى اليمين. اللاين المسطره الايديولوجيه في السويد تختلف اكيد عن اي مكان اخر، لانه كل بلد عنده هو مصطلحاته وايديولوجياته يعني. صحيح مثلا احنا عندنا الحزب الشيوعي في العراق يؤمن ببعض الامور وهاي، بس هنا لا، الحزب الشيوعي مو نفس ممارسات او فكر. احنا يعني انت لك الحق انه تدافعين عن الحزب. لا انا ما دافع، انا ما دافع، بس قضيه التطرف ويا حزب الوسط كلمتين ما يجن سويه داخل المنطقه السويدي، بس يمكن داخل المنطقه العراقي يريد هو ينظر، هذا بعد كيف مو المنطقه العراقي، ولكن هنا موجوده جاليه عراقيه كبيره، بنفس الوقت هنالك جاليات اخرى. نعم. اكيد النظره لليمين غير النظره لليسار. اكيد. ماشي. سؤالي يعني، أنت من عائلة يسارية وهاجرتي إلى بلغاريا بلد اشتراكي، إلى اليمن الجنوبي كذلك بلد يساري، شلون يعني هذا الانعطاف أو الانتقال من اليسار إلى اليمين؟ هاي معيشتها للتجربة وشفت أنه فاشلة. فاشلة؟ نعم. شلون؟ ما بقت يعني ذات الفكر الرأسمالي هو الوحيد الباقي. الاتحاد السوفيتي ما معناته أنه الفكر اليساري انتهى؟ هسه لا ينتهي، بس فشل الفكر الرأسمالي بقى، والعالم كله متجه لناك. هو روسيا وين اتجهت؟ ما راحت للاشتراكية، اتجهت أيضا للرأسمالية. يعني ما أعرف إنه دول في أوروبا مهمة مثل فرنسا فاز بها الاشتراكي، بس هي دولة رأسمالية. يعني معناته لا زال الجمهور يعني يتطلع على الاشتراكية وإلى اليسار. أي بس أرجع وأقول في الواقع بقت فرنسا دولة رأسمالية، تغير بها شيء؟ اي بس الرئيس اللي انتخبته الناس اشتراكي، بس النظام بقى رأسمالي ما يقدر يغير ولا راح يعني يكون عنده الشجاعة، ولا هو في قناعته يريد يغير. شلون ما يغير؟ ما راح يغير، ما راح يسوي فكر. شلون راح ينفذ؟ احنا ما نرجع عقارب الساعة لورا، ولكن يعني اكيد لديه برنامج حكومة راح ينفذه خلال الدورة مالته. اي اكيد يمكن راح يعلي الضرائب على مود يدفع فلان شيء اكثر، المدرسة اكثر، اوكي هذا على عيني وعلى راسي، هذا هو برنامجه، بس ما راح يغير بالمنظومة. 23 نائب تمثلون حزب الوسط. نعم. من مجموع 49 نائب من المدينة العاصمة ستوكهولم. عدد كبير. نعم. يعني ازدحام. ازدحام.
يعني الناس هنا يفضلون وينتخبون الأحزاب اليمينية. اي لانه الاحزاب من الوسط الى اليمين اللي قدرت تسويه خلال هاي الست سنين الان هم بالسلطه انه تخفيض الضرائب. السويد بلد عايش على الضرائب لكنه ضريبه جدا عاليه. يعني انت 33% من راتبك شهريا ينقطع قبل ما يوصل للاكاونت مالتك لحسابك المصرفي، تاخذ الدوله وتصرفه مثلا على المدرسه، على بناء جسر، على بناء شارع، على الصحه. أي صحة يعني هل تقتطع من هذه 33% لضمانك الاجتماعي؟ طبعا بعدين ايضا للتقاعد وهاي كلها يعني من ضمن 33%. من ضمن 33% لكن انت هسه لما تروح للطبيب لازم تدفع ايضا اجور. ماشي سويته من اجيته يعني احنا نزلنا من هاي الضريبه ماشي تقريبا. هسه الان يعني اللي بالستاتستكس بالرياضيات واحد يقول انه العامل السويدي ما بين 800 الى 1500 كرون زياده جايب قاله. يعني ايش قد بالدولار تفضل؟ ما بين ال 120 دولار الى 2000 دولار شهريا جاي تبقى عنده بالاكونت مالته راتبه باقي. يعني احنا قللناها من الضريبه. لا لا الى هاي. قللنا من الضريبه. قللت ايش قد تقريبا؟ تقريبا 2 الى 3% قدرنا ننزل الضرائب. هذا بقرار من البرلمان؟ لا قرار من الحكومه. بضغط من البرلمان؟ اكيد احنا لانه الاحزاب الاكثريه احنا في الحكومه فاحنا نمثل لا. هذا الراي. لا وسط في السياسه، لا بد من الاختيار بين اليمين واليسار. حزبك وسط يميني. ما نسمع أن اليمين يميل إلى التطرف لليسار إن كان سراً أو فعلاً أو جهار، لكن يبقى بالاسم فقط حزب الوسط. الأحزاب الموجودة في البرلمان الأكثرية هي يمينية؟ نعم. والمعارضة من اليسار؟ نعم زائد حزب يميني. زائد حزب يميني. ليش هذا الحزب اليميني راح وين المعارضة؟ لأنه ما حد يريده. ليش ما حد يريده؟ لانه هم ضد الاجانب. وانتو؟ احنا مع الاجانب جدا، احنا مع الهجره للسويد، واحنا نريد اصلا هجره بدون حدود. من اي دول تريدون؟ من اي دول، من اي دوله، يعني مو فقط الاتحاد الاوروبي، لا من كل الدول. هذا رايك ايضا؟ نعم. انا جدا مع هذا هو الفكر الليبرالي، انه احنا ما نفرق ما بين انسان وانسان، جواسك جنسيتك ما تقيمك انت منه، لا انسانيتك هي اللي تقيمك انت منه. فاحنا نريد نفتح الحدود. اوكي بس انا اللي اعرفه انه واللي سمعته انه عبير السهلاني لديها موقف من المهاجرين العراقيين ينسجم مع اخبار تقول ان هنالك عوده قسريه للمهاجرين وكثير من العراقيين عادوا قسريا الى البلاد. نعم. يعني هسه انا برلمانيه اللي عندي اشتغل به شنو هو؟ صياغه قوانين. اكثر من هيك انا ما اقدر اتجاوز. هذه حدودي صح لو مو صح؟ هنا القرارات اللي تأخذ بحق هذول الناس تأخذ من محكمة. أنا علي أنه أتعامل مع صياغة القوانين. هذا أولا على مود يكون عندنا هذا فشي كلير يعني واضح للعلن. أنا كسياسية في البرلمان ما إلي حق وراح يكون جريمة دستورية إذا دخلت في قرارات المحكمة. شنو قرار المحكمة كان؟ قرار المحكمة يدرس كل حالة عراقية على صفحة، ما يدرسن كل انسويه. يعني القرار كل قرار انسان يخص لوحد. يعني مو مجموع لا. كل انسان يقرا موضوعه يدرسه المحكمه بعدين توصل الى قرار. هذا يكون شنو؟ قرار مالت محكمه. يعني يقول لا انت ما لك حق انه تبقى بالسويد. نعم ما كان على خلفيه ان هناك من يقول ان يعني السفاره تدخلت، الحكومه تدخلت في الاتفاق مع الجانب السويدي في عوده العراقيين. هسه احنا ليش وصلت المحاكم الى هاي اذا هذا الموضوع؟ المحكمه تعتمد بعض المراجع المعلوماتيه داتابيس ما عندها الأمم المتحدة، المفوضية السامية للاجئين، الأمنستي منظمة العفو الدولي، وزارة الخارجية هي معلوماتها شنو؟ أكو بعض يعني بعض المراجع المعلوماتية تستند عليها المحكمة في صياغة قرارها، غير إنه هي تسمع لك أنت كمقدم طلب استئناف على قرار الرفض مالتك، أوكي؟ إحنا الحكومة العراقية بلشت تعمل على
بوليش صورة العراق، ها، وانتشال أن يكون من دولة فيها صراع إن كان طائفي أو عرقي أو سياسي، إلى أنه تكون الآن دولة في المجتمع الدولي إلها يعني على أساس كيانها واستقرارها.